الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في كبسولة جديدة، كبسولة 49. هنتكلم النهاردة عن الشاب. هو يا جماعة مبدئيا خلينا نتكلم إن الشابة دي هي المراوغ المستخدم في مصر، وإن هو الشابة بتنتج من خام أكسيد الألومنيوم، سواء كان الخام البوكسيت أو الكولين، وبتنتج في صورتين: صورة الشابة الصلبة زي ما شايفين في الصورة، أو في صورة سائلة وبتوصل محطات من خلال عربيات زي ما حضراتكم شايفين. شابة كبريت ألمونيوم، لكن مش كبريت ألمونيوم بس، كبريت ألمونيوم معاها كذا جزء مية، فده زي ما شايفين كده Al2SO4 by 3 ومعاه 14 جزء مية. طب ايه ده؟ ده رمز ايه؟ شابة صلبة ولا سائلة؟ ده يا جماعة رمز الشابة الصلبة. زي ما حضراتكم شايفين هي فيها تركيز المادة الفعالة اللي بتخش في التفاعل معانا هي Al2O3 أو أكسيد الألمونيوم، والتركيز بتاعه في الشاب الصلب بيكون حوالي 16%. تمام، ودي Al2SO4 by 3 اللي هو معاها 46 جزء مية. ده ايه بقى؟ دي بقى الشابة اللي ايه السائلة. واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني الشابة السائلة دي تركيز بقى المادة الفعالة اللي هو Al2O3 أكسيد الألمونيوم بيكون حوالي 8%، يعني حوالي نص تركيز الشابة الصلبة. لكن خلينا فاهمين ان هو نوعين الشابة، الشركة نفسها بتنتج نوعين من الشابة. الشركة بتنتج شابة صلبة وشابة سائلة، مش بتنتج شابة صلبة وبعدين تخففها. يعني حكاية الانتاج عن طريق، يعني واخدين بالكم يا جماعة، انها نوعين من الشابة، شابة الصلبة. وفي الكتب يقول لك الليكويد قلم والسوليد قلم، ماشي الكلام؟ طيب حتة التركيز ده جه ازاي؟ بمنتهى البساطة انت ممكن تحسبها بنفسك. لو انت عندك الرقم الذري لكل عنصر، فانت هتلاقي ان Al2O3 بيساوي حوالي 50. عندنا الاو ب 8 في 3 ب 8 ب 24، وهي Al ب 13 في 2 ب 26، طيب حوالي 50. 50 ده لو انت بقى شفت بقى المركبات اللي احنا قلنا عليها الشابة الصلبة والسائلة، وشفت النسبة دي كام، Al2O3 فيها قد ايه، هتلاقيها ان هي 8% للشابة السائلة و16% للشابة الصلبة. دي كانت الكبسولة بتاعت النهاردة، اتمنى انها يعني تكون مفيدة ووضحت حاجات كتير. ناس كتير جدا بتتلخبط اللي فيها مية لكن دي الشابة الصلبة ازاي. هو نسبة جزيئات المية اللي معاها بيكون اكتر شوية في حالة الشابة السائلة. بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى انكم التواصل من خلال الايميل المكتوب على الشاشة او من خلال رقم الواتس الموجود. أشوف وشكم بخير إن شاء الله في كبسولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.